السلام عليكم، مرحبا، اهلا، كيفكم؟ يا رب تكون بخير. جالكم مقطع جي اليوم بطرق على لعبه تراك سيميليتر التيميت. اليوم بمقطعنا هذا راح نجرب السياره او الشاحنه الجديده اللي نزلت بالتحديث الاخير، اللي هو على الاندرويد 1.1.1 او على الايفون 1.0.7. طبعا التحديثين نفس الشيء، بس بيختلف بين الايفون والاندرويد، هو عبارة عن انه العدد فقط لا غير. فلذلك شباب، نزل شاحنة جديدة على اللعبة بعد التحديث. طبعا نزلت لكم انا شرح كامل للتحديث امبارحة، يلي ما شاف المقطع بتلاقوه بالشعارات او بتلاقوه بنهاية المقطع هذا، او روحوا على القناة وشوفوا. طبعا ما نزلت لكم، ما ورجيتكم الشاحنة اللي نزلت بالتحديث، قلت لحالي انه نجرب الشاحنة لحالها بمقطع لحاله وناخذ حمولة وهيك. فلذلك قبل ما نبدا المقطع، سمعنا الصلاح محمد عليه الصلاة والسلام، ودعمنا المقطع باللايك، واشتركوا بالقناة اذا مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لصلكم كل جديد. اترككم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. طبعا شباب، اول شيء راح ندخل على الشاحنات الاوروبية مثل ما شايفين. طبعا راح نروح على شاحنة الداف. طبعا نزلوا شاحنة الداف الجديدة، هلا رح نشوفها. طبعا نزلوا منها نسختين، النسخة القصيرة اللي هي هي الأربع دواليب، وفي نزلوا النسخة الست دواليب مثل ما شايفينها. هي شايفين السيارة يا شباب. طبعا أنا بالنسبة إلي رح آخذ القصيرة على طول، بحب إنه آخذ الشاحنة، ما بحبها تكون طويلة وبتلبك كتير. فلذلك شباب، حقها تقريبا 655 ألف، رح نشتريها مباشرة ونحطها بكراج البحرين على الأغلب. هي حطيناها بكراج البحرين مثل ما شايفين، صارت عنا بالكراج. فلذلك راح نروح على الكراج مباشرة ونشوف السيارة مع بعض، أو نشوف الشاحنة. طبعا صار عنا هون شاحنات كثير بكراج البحرين. هي هي الشاحنة شايفينها، يا عين يا عين على الداف. شوفوا لنا على الداف الجديد يا شباب. هلا طبعا بختلف الداف الجديد عن الداف القديم، لان الداف القديم كثير بتحسه مو ثابت على الارض. فلذلك رح نعدل عليه ونشوف شو الوضع. رح نحط اختر ونروح نعمل تعديل عليه ونظبطه. رح نحط عرض، نروح على الشخصي. طبعا شباب، بالنسبة للتعديل رح نعدل على اللون. طبعا السكين لحد الآن ما نزلوا سكين على الشاحنة، فلذلك في كتير ناس سألوني بالبث المباشر امبارحة انه في سكين على الشاحنة هاي الجديدة ولا ما في. لحد الآن ما نزل سكين، فلذلك انتظروا ان شاء الله رح ينزل على الموقع الرسمي للعبة. طبعا رح نحط اللون، هلا رح نختار لون. شوفوا على اللون الأصفر، بيعطيك الوضع او بيعطيك هذا ملامح الشاحنة بشكل اوضح. طبعا اخترناها هلا اللون الأصفر. رح نختار العجلة. طبعا العجلات راح نختار كالعادة هاد، وراح نحط على الأغلب هاي. شايفين هاي؟ هاي كثير حلوة واقعية، هيك كثير يعني ضبط على الشاحنة. راح هيك صارت يعني أفضل، ما راح أتصدم وما صدام وهيك شغلات. بالنسبة للإكسسوارات، راح نشوف الإكسسوارات. طبعا الإكسسوارات راح نضيف الكاس ونضيف جوال. بالنسبة للنظارات كمان ضفناهن. علم لحد الآن ما بنقدر نضيف علم، رح حط علم السعودية غالبا. هي علم السعودية، شوفوا لنا على الوضع. رح نحط هاد ونحط هاد، شو رأيكم يا شباب؟ طبعا هيك ضفنا اكسسوارات داخلية. بالنسبة للون، رح اشوف اللون المناسب. كمان في عنا اربع شغلات بنقدر نضيف على اللون. طبعا بما انه اللون اصفر عملناه من برا، راح نعيفه بهالشكل هيك. والبلاستيك راح افكر عيف اللون البلاستيك مثل ما هو. بالنسبه للون الرسم او الجلد هذا، مثل ما شايفين هذا الجلد، راح احط اللون نفس اللون اللي اخترناه اول شيء، هذا على الاغلب. شايفين هيك بطلع الشكل افضل ومناسق لبعضه. بالنسبه للفرش او القماش، بنختاره هذا هو العسكري مثل ما شايفين، المموه. هيك طلعت السيارة أو الشاحنة، طلعت فخامة هيك على الأغلب. بالنسبة للجي بي إس، فيها السيارة جي بي إس، بس راح أختار جي بي إس يكون جنب السائق هيك. وهي الباقي الشغلات موجودات، ما في داعي. هلا هيك اخترناهن مثل ما شفتوا، زبطنا الشاحنة. راح ننتقل للحمولة. طبعا مثل ما شايفين شباب، هيك عدلنا السيارة، عدلنا الشاحنة وزبطناها، وهلا رح ناخد حمولة ببناء البلازا لحتى نشوف شو هي البناء البلازا، لأني صار عندي فضول كتير أعرف. فلذلك رح نضغط عليها مثل ما شايفين، نحط انضم ونشوف. إن شاء الله ما يصير في تخريب، ما يصير في هيك مشاكل كتير ولاج وما لاج وهالشغلات، لأني مثل ما بنعرف بعد التحديث الأخير صار في لاج، صار في ألف مشكلة. فإن شاء الله يكون هذا الشيء مجرد بس يعني
مؤقت يعني. وهي مثل ما شايفين شباب، هيك فتحنا حمولة البلازر، شايفين الشاحنة، يا عين على الشاحنة. طيب خلونا نمشي بسرعة مشان ما نصدم حدا وما نسكر على حدا. طبعا هون لساتنا بمكان الحمولة، ما بأثر يعني، بتصدم ما بتصدم ما بأثر، فمشان هيك يعني يا عودي خلونا بس نطلع من الباب وبعدين بنشوف شو الوضع. طبعا شباب بالنسبة للناس اللي عم بصير عندهم لاج، اللاج طبعا أكيد من الطقس الثلجي، صار في لاج كتير بالطقس الثلجي، فمشان هيك عم بصير لاج كتير مو طبيعي. امبارح في البث المباشر في ناس كتير يعني مو طبيعي اللاج يعني، هلا واكلكن حسيت راح توقف اللعبة بعد شوي. هاي مثل ما شايفين الداف، خلونا نشوف الداخلية. طبعا الحمد لله هالمرة دخلنا بدون الثلجية، طبعا صورت قبل المقطع هاد بس كانت طقس ثلجي، فمشان هيك مسحته ما نزلته مشان ما يعني يصير في لاج كتير وما تستمتعوا بالمقطع. فمشان هيك مثل ما شايفين، شوفونا على الشاحنة من جوا يا شباب، يا اخي الشاحنة عن جد حلوة، ان شاء الله تطلع يعني ثابتة على الارض، هي اهم شيء. يعني الداف التانية مثل ما بنعرف كتير كتير فيها مشاكل، يعني جربناها مرة الشكل الخارجي حلو بس من جواتها بتلاقي بطيئة، واحد اثنين في عندك بتزحلق كتير كتير مو طبيعي. طبعا بالنسبة للناس اللي سألوني انه السكن تبع هاي الشاحنة نزل ولا ما نزل، لحد الان ما نزل يا شباب، بس ينزل راح اعملكم عليه مقطع وأورجيكم شلون رح نعدله ونظبطه ونعمل هيك شكل حلو عليه إن شاء الله. هاي هون مثل ما شايفين الجسر، هاد شايفين الجسر عن جد كتير حلو. شايفين الله فخامة يا شباب. Turn right. يعني بظن الطريق نفس الطريق تبع البناء الجسر يعني، هذا هو بس بيختلف البناء الاخير يعني على الاغلب، فلذلك راح امشي شوي وبعدين اقص المقطع مشان ما نطوله كتير وبعدين تملوا، فراح اعيف جزء بسيط من الطريق يعني بعد مثلا ما اوصل، قبل ما اوصل للمكان المخصص راح ارجع لكم. طبعا بالنسبه للغسيل تبع الشاحنه كمان ضافوا غسيل للشاحنه يا شباب يلي ما بيعرف، هلا كمان راح نشوف اذا كان عدينا على شي محطه راح اغسل الشاحنه قدامكم. طبعا شباب الطريق كتير حلو وعدلوا على الطرق، بس اذا رح تشوفوا الطرق الجديدة حاولوا تدخلوا على خريطة تركيا، لان خريطة تركيا هي بكون محدثين عليها مو محدثين على باقي الخرائط، يعني مثل خريطة العراق وهالخرائط هي ما بظن يكون محدثين عليها، لان هي اللعبة بما انه تركية فبيعملوا التحديثات وبيعملوا التعديلات كلها على خريطة تركيا. شباب مثل ما شايفين هلا رح ندخل على المطعم حتى نشوف غسيل السيارات، هل غسيل السيارات موجودة بشكل طبيعي ولا شلون؟ ما بعرف إذا رح نلاقي هلا هون غسيل ولا ما رح نلاقي. ها شايفين الغسيل يا شباب؟ شايفين الغسيل؟ طبعا لازم نلف بهالشكل. شوف هذا هيك عم نغسل الشاحنة. طبعا هاي الغسيل نفسه تماما موجود بلعبة تراك سيميليتر، لعبة التراك سيميليتر الأوروبية 3، شفتوها يا شباب نفس الترتيبة تماما. طبعا هون الشاحنة صارت تتوسخ، صارت تقدر تغسلها، صارت تقدر مثلا تتغير الشكل وقت توسخ الشاحنة، صار بتغير شكلها نظامي يعني، ما بعرف إذا انتبهتوا على هذا الشيء. شوفوا على الوضع.
بس امشي لك شوية يا زلمة، خلينا نوصل. شايفين يا شباب؟ يعني بهذا الشكل، هذا الطريق مثل ما شفتوا، غسلنا الشاحنة وزبطنا الوضع. هلا راح نوصل الحمولة بهذا الشكل. ايوه، وين المكان يا شباب؟ المكان وين؟ كأن في دروب هون يا شباب، شايفين؟ طبعا شباب مثل ما شفتوا هيك، هي هو البلازا. ما بعرف ليش الله هيك حاليا فيها مشاكل، ما بعرف، ما مبين على السوا، بس راح احط لكم انا الصورة. شايفين البلازا يا شباب؟ ما بعرف، شايفين البلازا؟ هذا هو البلازا. هاي مثل ما شفتوا، في كان خطأ او كان في مشكلة يمكن بالخريطة، انه ما بظهر لنا المبنى او هيك، فلذلك حطيت لكم صورته. انا على كل حال هذا هو. وهيك شباب مثل ما شفتوا، جربنا الشاحنة، الشاحنة سريعة وحلوة وثابتة على الارض. بالنسبة للغسيل كمان حلو الغسيل. وهي البناء مثل ما شفتوا، وان شاء الله يكون عجبكم المقطع. واذا كان عجبكم المقطع حطونا لايك واشتركوا بقناة اذا مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لتصلكم كل جديد. بترككم بامان الله وسلام. We'll be right back.